ديال الجمعيات المحلية في مختلف مناطق المغرب على العنف الجنسي ضد النساء بالمغرب. اللي اخترت هذا العام يعني في ضمن 16 يوم للنضال ضد العنف ضد النساء اللي كتبدا في 25 نوفمبر وكتنتهي في 10 دجنبير، انها تاخذ واحد الاشكال اللي كتعتمد على الصوره اكثر من الاشكال التقليديه في القاء الخطاب من قبيل الافلام، المسرح، الاغاني الى غير، من اجل تسلط الضوء على العنف الجنسي بجميع الاشكال ديالو، وخاصه من اجل يعني الدعوه لتغيير النظره اللي كتسلط على النساء الضحايا وتوجيه النظره للمعتدين بدل يعني التركيز على ما تقوم به الضحيه. رئيسه مؤسسه جمعيه نواه للمراه والطفل، حنا اليوم صدد البث ديال واحد الفيلم قصير اللي هو كيعالج موضوع الموافقه والرضا في العلاقات الجنسيه سواء داخل مؤسسه الزواج او خارج مؤسسه الزواج، والهدف منه هو اننا نوسعوا النقاش حول الرضا والموافقه، لانها هو من بين الاشياء اللي كتكون معيقه في تنزيل القانون 113، خاصه وان النساء اللي كيبغيو يقوموا بشكايات او تبليغ عن الاعتداءات الجنسيه في خلال البحث كيتركز معاهم على نوع العلاقه اللي كتربطهم وليس على الاعتداء الجنسي وليس على مفهوم الرضا والموافقه. دونك نخليكم مع الفيلم غيعطيكم تفاصيل اكثر. Anne Hawat qui a fait ce film, le réalisateur, les acteurs, parce que je trouve que le film est très réussi à plusieurs niveaux. Ce que je trouve le plus important, c'est qu'il fait passer un message très important de façon subtile. Il n'est pas brusquant, il prend une métaphore et c'est ça que je trouve très beau. Il y a une coach de vie. أولاً كنشكر جمعية نواة على الدعوة وكنشكرهم على الفيلم. أولاً غادي نعطي رأيي على الفيلم، الفكرة جريئة ولكن الميساج كان دايز زوين وما كانش فيه شي خدش للحياة، يعني هذا الميساج غادي يكون بيبليسيتير وندوزو في مدارس ندوزو في الفيلم وصلنا الهدف ديالو، وصلنا بأن راه كاين ما يسمى بغينا وذكرنا كاين العلاقات الرضائية بغينا وذكرنا في ولادنا وخارج ولادنا. ولكن الإشكال ماشي هو هذا، الإشكال فين كاين؟ هو في القيم الضوابط اللي حنا متفقين عليها في المجتمع ديالنا. القيم والضوابط اللي متفقين عليها هو أنه حنا دولة إسلامية، والدولة الإسلامية حنا كلنا سنينا عليها في الدستور المغربي، والقانون والشريعة الإسلامية تتنبني على واحد